أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا من أعمدة الرأي والمقالات من أخيرة السوداني، ومنها نقرأ للكاتبة سمية سيد من زاويتها كلام صريح، والتي جاءت اليوم بعنوان الحكومة حكومة البرهان والمسؤولية مسؤولية البرهان. ابتدرت زاويتها: أكثر من 10 أيام تعيش قرى الجزيرة مأساة إنسانية جراء السيول والفيضانات دون أن يظهر أي رد فعل حكومي ولو بإصدار بيان تضامني مع المتضررين، بعيدا عن الخوض في أي تفسيرات. تفقد رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميتي ومدير شركة الموارد المعدنية أردول للمناطق المتأثرة بالسيول في ولاية نهر النيل، وإظهار التضامن مع أهلها في إن غياب الفعل الحكومي تجاه منطقة المناجل وما حولها من قرى في ولاية الجزيرة يفتح الباب أمام أسئلة عديدة وتأويلات تتجه نحو تمييز غير إيجابي بين مناطق السودان المختلفة. الفريق البرهان هو المسؤول الأول وليس الأخير عن التباطؤ في درء الكوارث التي حدثت، طالما أنه المسؤول الأول والأخير في حكومة السودان التي تفتقر للجهاز التنفيذي والتشريعي والتي أصبحت تحت إدارته المباشرة. ما نراه عبر الفيضانات الفضائيات العالمية أمر مخجل لنا كدولة حكومة ومجتمع وإعلام. وتمضي الكاتبة في إحدى قرى المناجل، ماتت إحدى السيدات هي وجنينها من النزيف لعدم وجود إمكانية الوصول بها إلى مستشفى، وبعد موتها لم يجدوا لها شبرا من الأرض جافا لدفن الجثمان الذي ظل فترة طويلة بتراكتر. هذه المأساة المستمرة منذ أيام لن تنتهي مع نهاية السيول والفيضانات بتدمير المنازل والمدارس والمراكز الصحية وفقد الأرواح، ولا بتشريد آلاف الأسر وانعدام الغذاء، بل ستبدأ كوارث جديدة هي كوارث بيئية بانتشار الأوبئة والأمراض. وطبعاً للحكومة وللمنظمات الأهلية مستعدة. تشير الكاتبة إلى أن المطلوب الآن وبأسرع ما يمكن عمل نفير شعبي من كل أهل السودان من مغتربين ورجال أعمال وشباب لدرء آثار الأمطار والفيضانات في كل ولايات السودان. رشحت بعض المعلومات تشير إلى أن ما حدث بولاية الجزيرة ليس بالأمر الطبيعي لمعدلات الفيضانات المعهودة سنوياً، وأن كمية الأمطار ليست بقدر حجم السيول التي خلفت مثل هذه الأضرار، إذ أرجع سبب لتمنع أثيوبيا منح السودان المعلومات اليومية من سد النهضة الخاصة بعد الملء الثالث لمعرفة كميات المياه التي تصل خزان أو خزان سنار. ويقال أيضا أن أثيوبيا فتحت بوابة سد النهضة، الأمر الذي أدخل كميات ضخمة تفوق المعدلات الطبيعية لخزان سنار، مما يؤدي إلى تدميره، فاضطرت وزارة الري السوداني فتح أبواب خزان سنار لعبور المياه حتى لا ينهار، الأمر الذي أدى إلى فيضان ترعى المناجل بهذه الصورة. لكن حتى الآن لا وزارة الري ولا إدارة مشروع الجزيرة ولا أي جهة رسمية أكدت ولا نفت ذلك. وختمت زاويتها: اللهم أجرنا في مصيبة الوطن.